باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا من سفر الخروج أصحاح 2. المرة اللي فاتت اتعرفنا على بداية سفر الخروج، وقلنا السفر اللي بيحكي لنا بدايات أو ميلاد موسى النبي، والنقلة اللي اتنقلها الشعب بعد ما كان مكرم في مصر بسبب يوسف، أصبح مهان بعد موت يوسف إلى أن ولد موسى. ميلاد موسى النبي كان فيه إيمان من والديه احتفظوا بيه رغم قانون إعدام الأطفال الذكور، وبعدين اضطروا في الشهر الثالث يحطوه وسط المية في السبت من البردي، وقلنا ده كان إشارة إلى المعمودية، وعشان كده موسى اتسمى موسى ابن المية، وده اسم مصري لموسى النبي. أخته وقفت من بعيد تتفرج على السبت، وبعدين لقت بنت فرعون اكتشفت السبت وجابته، فجريت الطفلة تقول لها أجيب لك أم ترضعه. فقالت لها ابنة فرعون: اذهبي بهذا الولد وارضعيه لي وأنا أعطي أجرتك. ده كلام بنت فرعون لأم موسى. فأخذت المرأة الولد وأرضعته، ولما كبر الولد جاءت به إلى ابنة فرعون فصار لها ابنا، ودعت اسمه موسى، وقالت إني انتشلت من الماء. تأثير أم موسى أكتر ولا تأثير بنت فرعون أكتر؟ سؤال مهم. ليه؟ أم موسى قعدت معاه من سنتين لتلاتة على الأكتر. أم بنت فرعون عاشت معاه كأم بقية الأربعين سنة. لكن يبدو أن التأثير الروحي اللي حطته أم موسى كان أكتر من التأثير النفسي أو التربوي اللي حطته بنت فرعون. بنت فرعون تمثل العالم، أم موسى تمثل الكنيسة. كل ولادنا بيتعرضوا إلى تأثيرات روحية كنسية وتأثيرات عالمية أرضية. يا ترى ولادنا إيه اللي هيأثر فيهم أكتر؟ إيه اللي هيقعد فيهم أكتر؟ إحنا كمنهج أرثوذكسي ناخد الطفل نعمده ونناوله وهو لسه مش واعي، ويتعود يشوف أيقونات ويشرب دم المسيح ويبوس الأيقونة ويشم ريحة البخور، وأول ما يتحرك يبقى بيتحرك جوه الكنيسة. كل ده له تأثيرات روحية. المنهج الغربي يقولوا إيه؟ استنى لما الولد 12 سنة يبقى واعي ويبقى دريان، وبعد كده نشوف موضوع المعمودية ونشوف موضوع أي حاجة. الحقيقة الكلام ده تبطله قصة موسى. ليه؟ واضح ان ام موسى عرفت تزرع حاجة في الطفل في السنوات الثلاثة الاولى. الكلام ده النهاردة علم النفس الحديث يؤكد ان تأثيرات التربية او الشبع اللي جاي من الام للطفل في اول كام سنة اهم من كل اللي هيتعرض له بقية عمره السنوات الاولى. عشان كده ظاهرة ان الام تخلف عيل وبعدين تسيبه وتروح تشتغل وهي هو ما كملش لسه حتى 6 شهور، دي ظاهرة مش مريحة. الطفل محتاج يشبع بامه، والرضاعة الطبيعية دي نعمة، والطفل في حضن امه في نوع من الامان والحب اللي ملوش بديل، ملوش بديل، لا اللبن الصناعي يعمله ولا اي ام بديلة تعمله. فهنا أم موسى قدرت تديله إحساس حب وأمان، وزرعت في ودانه وعقله اسم إله يعقوب، إله إبراهيم، إله إسحاق، إله يعقوب، بقى مزروع في ودانه وفي عقله الباطن من طفولته. عشان كده هنشوف عند سن 80 لما ربنا يسوع ظهر له وقال له أنا إله إبراهيم، على طول عرفه وسجد له. ما قالوش مين إله إبراهيم، لا هو عارفه من صغره ومطبوع في ذاكرته من الطفولة، لدرجة يقولوا دلوقتي الطفل وهو شهور
يسمع ألحان الكنيسة يحب الكنيسة ويدخل الكنيسة يرتبط بيها نفسيا، وهو مش عارف حاجة لسه، لأن في بيته بيسمع أمه بترتل أو بتقول ألحان وهي بترضعه. والنهاردة عندنا بقى القنوات اللي بتدينا ألحان وقداسات، الطفل النغمات دي بتدخل جواه وتترسب في عقله الباطن وتبقى ذاكرة لبقية العمر، فيحصل نوع من الارتياح كل ما يكبر ويدخل الكنيسة ويسمع النغمات اللي كان بيسمعها وهو طفل مش دريان، يتعرف عليها ويتطبع بيها ويرتاح لها وهو لسه العقل مش مدرك. عشان في ناس عمالة تمجد الإدراك والعقل ويتجاهلوا النفسية ويتجاهلوا الحواس ويتجاهلوا إن الإنسان مش مجرد علبة فيها عقل تحشيها معلومات، الكلام ده مش حقيقي. قالت لها ابنة فرعون اذهبي بهذا الولد وارضعيه لي. طبعا انتوا عارفين في الكتاب فكرة الرضاعة كمان عبر عنها بتغذية الكنيسة لأولادها، واللبن هنا هو الإنجيل نفسه. اللي قال المعنى ده بولس مثلا لما بيقول سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لم تستطيعوا بعد أن تحتملوا. بطرس يقول في رسالته يقول كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش كي تنموا به. يبقى اللبن الأم ده دايما إشارة أن الكنيسة هي اللي تشرح لولادها الإنجيل وهي اللي ترضع شعبها مفاهيم روحية، ويبقى الشعب جاي في الكنيسة يسمع صوت ربنا نوع كده من التسليم والارتياح من غير ما يتفلسف ومن غير ما يعني يعترض ومن غير ما يفكر كتير. بينما في الدنيا لا، اللبن ممكن يبقى مغشوش زي التعليم المغشوش اللي بره الكنيسة. وأنا أعطي أجرتك هنا، طبعا مفارقة جميلة أن الأم هنا يعني بقت تاخد أجر على رضاعة ابنها، فزي اللي موسى بدل ما يجيب لهم الموت جاب لهم الخير طفل موسى، لأنه أكيد بنت فرعون هتدفع كويس ودول كانوا عبيد وظروفهم قاسية. فأخذت المرأة الولد وأرضعته، ولما كبر الولد جاءت به إلى ابنة فرعون فصار لها ابنا ودعت اسمه موسى وقالت إني انتشلته من الماء. ده المسار الطبيعي لأي طفل عنده إيمان، يولد بالمعمودية ويتغذى على لبن الكنيسة تعاليمها فينمو. حتى لو تعرض لبنت فرعون تعاليم العالم ده مش معناه أنه لازم يهلك، لا، يرجع للإيمان تاني. وحدث في تلك الأيام لما كبر موسى أنه خرج إلى إخوته لينظر في أثقالهم. كلمة خرج إلى إخوته ده معناه أن موسى ما قدرش ينسى طول السنين دي أن إخواته الحقيقيين هم العبرانيين. إذن واضح أن المعلومة دي على الأقل كانت جواه من طفولته، أنه ليس مصريا يعني خالصا، لا، هو ينتمي للعبرانيين. فخرج إلى إخوته يعني لما كبر وبقى عنده حرية وخلاص محدش متوقع منه إلا أنه يبقى فرعوني زي الفراعنة. خرج إلى إخوته لينظر في أثقالهم. تعبير ده بعض الآباء ربطوه بربنا يسوع له المجد لما نزل عالمنا لينظر في أثقالنا. يعني المسيح خرج من عزه ومجده كإله وتجسد، أخذ طبيعتنا البشرية عشان يبقى عبد وسطينا عشان يقوم بخلاصنا. فموسى برضو كشخص حر يعامل معاملة الملوك والأحرار نزل إلى عالم العبيد عشان ينظر في أثقالهم. فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من إخوته. تاني إلحاح على فكرة عبراني من إخواته. إذا نظرة موسى للعبرانيين كانت دول إخواتي، الفكرة دي مسيطرة عليه لأن أمه قالت له كده، لأنه منسيش أن أمه الحقيقية هي اللي رضعته زمان. فالتفت إلى هنا وهناك ورأى أن ليس أحد فقتل المصري وطمره في الرمل. تبدأ بقى رحلة حياة موسى كشخص كبير بخطأ تاريخي، خطأ صعب.
لما يقول الكتاب بص هنا وهناك يبقى واضح ان ايمان موسى فيه عيب، لان اللي يبص يمين ويبص شمال ما يلاقيش حد يشوفه، يبقى هو ناسي ان ربنا شايف، يبقى ببساطة عايش بعنادي مش بالايمان. اللي عنده ايمان متأكد ان ربنا شايف، ما تفرقش يمين وشمال. لكن اللي ما عندوش ايمان يبص حواليه ما يلاقيش حد شايف، يعمل الغلط او يقول كذبة ويتصور انه ما حدش هياخد باله لان الناس مش عارف. اللي عنده الايمان هيكذب ازاي؟ ما هو ربنا عارف كل حاجة. وهيغلط ازاي؟ ما هو ربنا شايف كل حاجة. إذن موسى لم يصلح أن يكون خادما أو مخلصا لشعبه بسبب عدم الإيمان. هو نيته كويس، النية هنا أنه كفاية ظلم بقى، والعبرانيين دول إخواتي وأنا عندي فرصة أن أنا أخلصهم لأن أنا مركزي كويس وأنا الوحيد اللي حر فيهم وأنا أقدر أعمل اللي هم ما يعملهوش. عنده رغبة كويسة، لكن رغبة فقط بدون إعداد لا تصلح للخدمة. دي رسالة مهمة، يعني ناس كتير عاوزة تخدم ربنا، الرغبة كويس والإعداد، طب ما أنت عشان تخدم ربنا محتاج تؤمن بربنا، محتاج تظبط حياتك الأول. ما ينفعش تبص يمين وشمال تبقى عينيك مشغولة بالناس وبعدين تقول أخدم ربنا. لا، اللي عاوز يخدم ربنا يبص على ربنا، ما يبصش هنا وهنا. رأى أن ليس أحد فقتل المصري وطمره في الرمل. طبعا كمان التصرف يدل على شخصية مندفعة وشخصية عنيفة. خلي بالكوا ده موسى اللي هنتعرف عليه وهنعيش معاه بقى إيه يعني بقية سنين عمره، بس إحنا بالنسبة لنا يعني هنعيش معاه الشهور اللي جاية في تأملات في شخصيته. موسى إذن بدأ بداية لا تدل على شخص روحاني، لأن الشخص الروحاني غير مندفع، والشخص الروحاني ما عندوش عنف، ما يلجأش أبدا لفكرة الضرب والقتل دي أبدا. فهنا واضح أن موسى مستعجل وبيفكر بطريقة بشرية، وكل تفكيره أنا أصلي متعلم فروسية ومتعلم مصارعة ومتعلم طبيعي، موسى كان في القصر يعني بتعلم الحاجات، فهو من الفراعنة الأقوياء. لكن إذا كنت هتتكل على قوتك يا موسى، طب خليك بقى اشتغل لوحدك. برضو هنا نقطة مهمة، ان احنا ما شفناش موسى بيصلي. طب انت هتحل مشاكل شعبك بدراعك؟ طب ورينا شطارتك. ففشل فشلا ذريعا من اول جولة. ودي رسالة مهمة، ان اللي يحاول يخدم وهو متكل على ثقافته او امكانياته او معلوماته او حتى فلوسه يفشل. ليه؟ لأن ربنا ما يقبلش خدمة واحد شايف نفسه هيغير الكون، يعني يقول له لا ما هينفعنيش الكلام ده خالص. وبالتالي موسى لم يصلح، اتشطب عليك خادم في المرحلة دي، لكن مش على طول. لا، ربنا بص للنية، بص للغرض، بص للاستعداد، وقال لا طب أنا أعمل لك أنا الإعداد بقى، أنت ناقصك إعداد، لا لكن هياخد سنين. قتل المصري وطمره في الرمل، ثم خرج في اليوم الثاني. زي بقى اللي ايه انبسط بروحه انه حل اشكال واول الخلاص، موت واحد مفتري على زميله. ثم خرج في اليوم الثاني، لقى مشكله بقى ما كانش متوقع. هو اللي متوقع ايه؟ كل يوم يلاقي واحد مصري بيعذب واحد عبراني ينتقم للعبرانيين. اذا رجلان عبرانيان يتخاصمان، مشكله غير متوقعه، اثنين من اخواته بيتخاصم، فحب يعمل فيها حكيم. فقال للمذنب لماذا تضرب صاحبك؟ دول مش بيتخاصموا، دول بيضربوا بعض. فدي وصلت الى مشكلة. طلع بقى ان الشعب العبراني مش مشكلته الوحيدة الاضطهاد الشعب المصري ساعتها، لا ده عنده مشاكل داخلية، هما نفسهم مش عارفين يحبوا بعض. ودي على فكرة تورينا ان مشاكل عموما الكنيسة جزء منها مشاكل خارجية، والأصعب منها المشاكل الداخلية. يعني ممكن تبقى الكنيسة مضطهدة، لكن الأوحش من أن الكنيسة تضطهد أن أولاد الكنيسة ما يحبوش بعض. هذه مشكلة أصعب، لأن إن كان على الاضطهاد المسيح بيقف ويدافع عن شعبه، لو سمح بآلام
كلها أكاليل وكلها بركات، إنما الناس ما تحبش بعض جوه الكنيسة، دي أصعب وأوحش. فهنا لقى مشكلة من نوع مش متوقع، اتنين بيتخاصموا الاتنين عبرانيين. لماذا تضرب صاحبك؟ طب يعني كنت سألت الكلام ده للمصري اليوم اللي قبله وخدته بالراحة زي ما انت تعرف تتكلم. فقال: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ التاني هب فيه بقى وقال له: مين عملك علينا رئيس؟ أمفتكر أنت بقتلي كما قتلت المصري؟ هو سمع كده طبعا، ده معناه إيه؟ أن لما بص يمين وبص شمال هو ما شافش، لكن طلع في ناس شايف. ودي تفكرنا باللي علمه لنا ربنا يسوع: ليس خفي إلا ويظهر، ليس مكتوم إلا ويعلن. لازم المستخبي يبان. بس هنا ظهر أسرع جدا مما توقع، إنه إيه ده، الحكاية اتعرفت في 24 ساعة؟ ما هو واحد مصري غايب وميت، طب كان فين؟ كان واقف فين؟ مين اللي كان موجود في الوقت ده؟ شافوا لازم الناس هتعرف. فالراجل قالها له على طول في وشه كده، قال له: أنت هتموتني زي ما موتت المصري امبارح؟ فاكتشف على طول إنه خسر كل حاجة. خسر المصريين اللي هو فرعون منهم لأنه قتل واحد فيهم، وخسر العبرانيين اللي بصوا له بصت: أنت راجل مفتري جاي تموتنا؟ طب إحنا فينا الغلط، إحنا كمان هتعمل فينا إيه؟ يبقى لا نفع كده ولا كده. فخاف موسى وقال: حقا قد عرف الأمر. فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل موسى. الموضوع بسرعة تصعد لغاية فرعون الكبير، وهو فرعون ده اعتبر جده لأن هو ابن ابنة فرعون، فيبقى فرعون نفسه ده زي جده. إنما طبعا لما جت بقى في مصري وعبراني، والفرعون الكبير عارف إن هو أصله عبراني، قرر يموته. فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان وجلس عند البئر. صفة أخرى من الصفات اللي هتتغير في موسى النبي صفة الخوف. احنا هنا شفنا صفة الاندفاع دي هتتغير خالص، دي وصفة العنف هتتغير خالص، هيبقى وديع جدا. وصفة الخوف ده هنا مرعوب من فرعون. هتدور الأيام وكلكم عارفين موسى يدخل لفرعون ويقول له ربنا بيقول اطلق شعبي منتهى الجرأة، وهتلاقوا موسى ده باله طويل على الناس بشكل مش عادي، وكل قرار ما ياخدوش يرجع لربنا ويصلي الأول، فيش اندفاع خالص. يبقى واضح انه ربنا هيغير في موسى كتير. ودي رسالة مفيدة ومريحة لنا أحبائي، أنه ربنا ياخدنا بعيوبنا ويشتغل علينا ويغير فينا حتة حتة، بس لازم نسيب نفسنا في إيد ربنا، وما يبقاش الواحد مقتنع أنه صح ومقتنع أنه هو كده كويس وأنه كده ينفع. لا، عاوز تتغير في حاجات لازم تتغير، حتى لو الرغبة كويس. موسى عنده رغبة طيبة أنه عاوز يخلص المظلومين من شعبه، وهنا متنازل عن كرامته كفرعوني ومهتم بقضية شعبه لغاية كده كويس. بس ما تنفعش الرغبة لوحدها، لا، ده انت لازم تتوضب. زي عارفين بولس الرسول اللي كان حتى بعد ما عرف المسيح كان برضو مندفع ومتخيل انه لازم هيغير الكون، وفي دمشق واقف يوعظ على طول بعد ما تعمد، ونزل اورشليم عاوز يجاهر بالمسيح، كانوا هيموتوه وقالوا له لا، وراح ربنا سحبه كده في الصحراء وقال له هدي شوي، هدي واهدى وصلي واشبع وراجع حياتك كلها. وخد فترة تلمذة مع برنابا وقعد في أنطاكيا شوية وسط الكنيسة، وفين بقى لما انطلق بعد كده. لكن بولس خد سنين عشان يبقى بولس الرسول. بطرس برضو كان في اندفاع، خد له كام سنة لما المسيح قعد يغير في طبيعته. نحتاج أحباء أن الواحد يقتنع أن التغيير ممكن مش مستحيل، وأنه ربنا اللي هيعمل التغيير. الأول اقتنع أنك أنت ممكن تتغير، حتى لو فيك طبع صعب وعيب وحش ويعطلك عن الخدمة، بس مفيش مستحيل عند ربنا. صدق أنك ممكن تتغير، وصدق أن ربنا اللي بيغير
مش انت اللي هتغير، بس سيب نفسك بقى لربنا. صدق كمان ان اللي ربنا بيعمله عموما في حياتنا بيبقى غرضه تغييرنا، لان ربنا سمح للمشكله دي انها تتعقد. ما هو واحد ممكن يقول طب كان ربنا سطر عليه وخلاص. لا، ربنا مرضاش يستر عليه المره دي، وساب الحكايه تتفضح، وساب العبرانيين يجاهروا ان هم مش عاوزين رئيس عليهم. قالها لواحد في وشه من اول يوم: مين عملك رئيس علينا؟ ولا قاضي. فمرفوض. عشان المشاكل والإحباطات والفشل جزء من تكوين الإنسان. في ناس بتعتبر أن الفشل نهاية القصة، لا، عادة الفشل بداية القصة أو بداية النجاح. فموسى يعتبر فشل تماما في حياته، الرجل اللي كان حاطط أحلام أنه يخلص الشعب وأنه هيعمل، وأنه كل ده تبخر في لحظات. هرب من وجه فرعون وراح ناحية سينا، هناك طبعا صعب يتمسك، سكن في أرض مديان وجلس عند البئر. طبعا قبل ما وصل الصحراء كان يهمه يوصل لأي بير عشان يشرب شوية مية من العطش ويحتمي من الموت يعني. وكان لكاهن مديان 7 بنات، فأتينا واستقينا وملأنا الأجران ليسقينا غنم أبيهن. فأتى الرعاء وطردوهن. هنا حصل موقف غريب برضو، كل حاجة مش صدفة، مفيش صدفة في حياة الناس. هو قاعد عند البير تلاقيه شرب شوية أو لسه مستني يشرب، وبعدين شاف منظر 7 بنات جارين الغنم، لأن الراجل ده جايب 7 بنات مش جايب ولاد، فجايبين الغنم. فبقية الرعاة اللي في البرية جايبين برضو غنمهم، فتأوع البنات فطردوا البنات عشان هم اللي ياخدوا المية الأول ويشربوا براحتهم هو وغنمهم، بينما البنات جايين الأول. فموسى برضو بشخصيته اللي ما يحبش الغلط، خلي بالكوا في حتة حلوة، هو ما بيطقش الغلط، زي ما شاف المصري بيظلم العبراني فهاج عليه، هنا ما استحملش يشوفك منهم شوية بنات يعني الرعاة كده يستهينوا بيهم، فهو حقاني. وواضح ان لسه عضلاته مساعداه، ولسه ما فهمش ان هو لازم ما يتكلش على عضلاته، وطبعا فرعوني الطبع. نهض موسى وانجدهن. طبعا تستغربوا ان واحد بطوله يقف قدام كذا راعي، يبقى واضح ان هو شخص قوي حتى في جسمه وفي قدراته العسكريه او الحربيه. فانجد البنات وسقى غنمهن. برضو في حته شهامه، ليه؟ لان واحد يسقي غنم مش بتاعه، اكمنهم مظلومين، يبقى هو بطبعه يميل للمظلوم، يعني في صفات طبيعيه جميله ولسه ما يعرفش ربنا. احنا قلنا اللي يعرفه عن ربنا بس الاسم والرضاعه بتاعت اول 3 سنين، لكن مين ربنا ما يعرفش. حدش بقى يعني قعدوا كده ودخلوا مدارس الاحد، لا، هو ما يعرفش حاجات كتير، بس في صفات جميله منها انه جدع. نهض موسى وأنجدهن وسقى غنمهن. فلما أتينا إلى رعوئيل أبيهن قال: ما بلكن أسرعتن في المجيء اليوم. الظاهر بقى أنه القصة دي كانت بتحصل كل يوم، أن البنات بيجوا آخر ناس لأنه الرعاة ما بيدهمش فرصة، فبيعيني بيفضلوا مستنين وملطوعين لغاية ما البهوات التانيين يخلصوا، وهم بقى ياخدوا شوية المية اللي فضل. فلما رجعوا بدري أبوهم نفسه استغرب: إيه اللي جابكم بسرعة؟ حصل إيه النهاردة؟ فقلنا: رجل مصري أنقذنا من أيدي الرعاة، وأنه استقى لنا أيضا وسقى الغنم. برضو هتعرفوا لما ندخل في حياة موسى جوه، وقبل كده برضو في حياة يوسف، إن رعي الغنم عادة مش للمصريين أو للفراعنة، كانوش يحبوا، كانوا يشغلوا فيها العبيد، فهو بالنسبة لهم ده راجل مصري غريب مش من الرعاة، يعني حاجة أرقى وأعلى من الرعاة العاديين. رجل مصري أنقذنا من أيدي الرعاة واستقى لنا أيضا وسقى الغنم. استقى لنا أيضا يعني جاب لنا الماء لغاية عندنا، ده إيه الذوق ده؟ وبعدين كمان سقى الغنم. فقال لبناته: وأين هو؟ لماذا تركتن الرجل؟ ادعوناه ليأكل طعاما. فرعوئيل راح دعا الراجل عشان يكرمه. فارتضى موسى أن يسكن مع الرجل، فأعطى موسى صفورة ابنته
فولدت ابنا فدعا اسمه جرشوم لأنه قال كنت نزيلا في أرض غريبة. تحسوا بقى أن حياة موسى اختلفت تماما، يعني اللي زي موسى ده تلاقيه كان بيحلم يتجوز أميرة ويبقى عنده قصر في مصر، وأنه يمكن يرث كرسي فرعون ويبقى من الفراعنة، أو على الأقل ياخد الشعب ويحرره ويعمل ثورة. كان ليه أحلام وطموحات وأفكار، كل ده اتبخر ورثت على بنت غلبانة بترعى شوية غنم، وبقت دي مراته صفورة لكن طلعت زوجة فاضلة، وبقى الراجل الطيب رعويل راعي الأغنام حماه، وكأنه إيه طواه الزمان ونسي، يعني خلاص شخص اعتبر إنه مات. برضو خلي بالكم الفكر ليه، دي تاني مرة تقريبا موسى يموت مجازا أو يموت في عرف الناس. أول مرة لما أمه حطته في سبت ورمته في المية على ذمة الموت ودخلت تبكي، إنما ربنا استحياه. المرة التانية عليه حكم إعدام، هو هربان منه صحيح، لكن هو في حكم الميت لأن فرعون عاوز يموته لأنه عامل عمل خلاص. ومرة تاني بدأ له حياة أخرى لم يكن يتوقعها أو ما كانش حاسب لها، إنه يعيش عيشة الرعاة، وطبعا عيشة تفرق كتير قوي عن عيشة القصر. يعني لما تدرسوا حياة الفراعنة، الفراعنة كانوا مرفهين طبعا في عزهم، كان في غنى وكان في خدم بلا عدد، وكان يعني حياتهم غنية. لما يروح لعيشة الصحراء والرعاة حياة شقة جدا، إنما النقلة دي كانت مهمة قوي. ليه؟ أهم ما في الدرس ده إيه اللي هياخد 40 سنة ده، احنا داخلين على درس طويل قوي، أهم درس لازم موسى يتعلمه عشان يرجع يخدم تاني التواضع، لأن موسى كان متكبر. الكبرياء يجيب عنف، الكبرياء يجيب اندفاع، الكبرياء يخلي الواحد ممكن يوصل للقتل، الكبرياء يخلي الواحد يهمه بس رأي الناس فبص شمال ويبص يمين ويعمل اللي هو شايفه، والكبرياء يجيب خوف. فكل مشاكل موسى كانت مرتبطة بأنه متربي تربية الفراعنة المتكبرين. فربنا قال له لا، اللي عاوز يشتغل معايا بقى ايه، نمسح منه الكبرياء ده خالص ونخليه هو والتراب واحد، هو والغنم واحد. ولما تحس انك انت ما تنفعش في حاجة خالص تبتدي تنفع بقى. فربنا قصد انه يعالج موسى من كبريائه عشان يصلح لقيادة الشعب. ودي رسالة ليكوا احبائي، بالذات احنا اللي بنخدم، اللي معطل الخدمة عادة كبريائنا، واللي مخلي ربنا مش عارف يشتغل بينا كبريائنا، واساس كل الخصومات والمشاكل الكبرياء، وغياب البركة في حياتنا مرتبط بالكبرياء. بينما لو فينا تواضع ربنا يعمل بينا كتير قوي، وربنا ينقذ بينا شعوب، والناس بتعثر من الشخص المتكبر، الناس تتضايق منه. أما المتواضع اللي هنشوفه بعد كده، موسى شخص مريح كل الناس تجري عليه، ومهما كانوا صعبين يرتاحوا له. سمى الطفل الأولاني جرشوم يعني نزيل، قال أصل أنا بقيت غريب خلاص، أنا عايش بقيت عمري غريب. فهو فهم الرسالة، أنا اللي كنت صاحب بلد وصاحب قصر وصاحب فضل وصاحب عز، وأنا اللي كنت يعني بفتخر أني مصري ومحدش عارف أصلي العبراني، أنا دلوقتي بقيت نكرة. تفكرنا بالآية اللي قالها القديس بولس، اختار الله جهال العالم ليغزي الحكماء، اختار الله ضعفاء العالم ليغزي الأقوياء، اختار الله أدنياء العالم، اختار الله المصدرة وغير الموجود. هو أصبح في عرف النكرة شخص لا وجود له. ايه حتة راعي في صحراء محدش يعرف له سكة، ايه قيمته؟ ما فيش خلاص. في فرق كتير قوي عن موسى. وفي الغالب موسى ما حكاش قصته، في الغالب موسى ما قالش الحماه ولا لمراته اللي حصل له بالظبط. ليه؟ لانه يمكن ما كانوش يقبلوه حتى، فمش بعيد ان يكون خبى سره. فشوفوا بقى احساس واحد
مطلوب للإعدام وهربان، ويمكن مخبي عن أقرب الناس ليه عملته السودة. إحساس صعب. عاش بهذا المرار سنين طويلة وهو كاتم السر وبيقول أنا عايش غريب في الدنيا، أنا نزيل، يعني ما عادش ليا مكان خلاص ارتاح فيه. وده درس تاني كان ربنا قاصد يسلمه لموسى النبي. يا موسى الدنيا دي عبارة عن رحلة سيارة والواحد عايش فيها غريب، عايش نزيل، عايش ضيف. انت كنت فاكر الدنيا دنيتك والبلد بلدك والقصر قصرك والسلطة سلطتك والقرار قرارك، لا حيلك، انت اساسا دخلت الدنيا وهتطلع منها زي ما دخلت زي ما هتطلع، انت غريب. ولما الواحد يحس انه غريب يقدر يفهم ربنا ويتكل على ربنا ويعيش مع ربنا صح. وحدث في تلك الايام الكثيرة ان ملك مصر مات، يعني دارت بقى ايام طويلة قوي، وفرعون مات ويمكن فرعون اللي بعده جه، وعدت بقى سنوات وسنوات، موسى بيعجز والدنيا يعني اختلفت. وتناهد بنو اسرائيل من العبودية وصرخوا. ليه؟ لانه يبدو الفترة دي كانت شاقة جدا، اللي احنا قرينا عنها في الاصحاح الاولاني ان كانوا بيموتوا الذكور، وانه قرار باعدام كل ذكر وطرحه في المية، قرارات عنيفة جدا. فعدت عليهم العبرانيين فترة صعبة، فقالوا يمكن مع فرعون الجديد الدنيا تفك شوية، فابتدوا يصرخوا ويصلوا من قلبهم ان الوضع يختلف بعد موت ملك مصر الاولان. وتنهد بنو اسرائيل من العبودية وصرخوا، فصعد صراخهم الى الله من اجل العبودية. واحد يقول طب ما هم من بدري متعذبين. ما هم متعذبين بس مش بيصرخوا في الصلاة. خلي بالكم الفرق. ممكن واحد يكون متضايق يفضل متضايق كتير، وبعدين مرة واحدة يصلي من قلبه بحرقة يلاقيها اتفكت، فيقول له يعني يا رب سايبني سنين، يقول له طب هو انت كنت صليت؟ مش لما تصلي من قلبك وتصرخ هسمع لك، ولا انا هتدخل من غير ما انت تستدعيني؟ اطلبوا تجدوا، اسألوا تعطوا، اقرعوا يفتح لكم، كل من يطلب يجد. احنانا يا احبائي نكون متضايقين ونصلي صلوات فترة كده وبعدين ربنا ما استجبش. وفين بقى لما نوصل في لحظة ان احنا على اخرنا خالص وتبقى الحكاية طالعة من جوه وبصراخ شديد لربنا نلاقي الاستجابة؟ هنا درجة حرارة الصلاة تفرق كتير قوي. مش أي صلاة يسمع لها ربنا بسرعة، بالذات في التجارب. في التجارب الشديدة ربنا بيستنانا نصرخ من داخلنا، لأن ده معناه شدة التواضع. لما الواحد بيصرخ بيبقى جايب آخره، بيبقى مسلم بعجزه، يعني مفيش في إيدي حاجة خلاص، أنا ضعيف. فلما الحكاية بتزيد قوي يبقى قربت تفك. تنهد بنو اسرائيل من العبودية وصرخوا، صرخوا يعني صلوا بصراخ، فصعد صراخهم الى الله من اجل العبودية، فسمع الله انينهم، فتذكر الله ميثاقه مع ابراهيم واسحاق ويعقوب. برضو واحد هنا يسأل سؤال، هو يعني ربنا كان ناسي وافتكر؟ ربنا لا بينسى ولا بيفتكر، انما عشان موسى يحكي للناس البسيطة رد فعل ربنا لازم يتكلم بلغة البشر. ربنا ما عندوش الانفعالات البشرية ولا الضعفات البشرية، زي مثلا ما يتقال ندم الله وبعدين يجي حزقيال يقول وهل الله إنسانا فيندم، يعني ما حدش ياخدها بحرفها. يعني ربنا مش زي حالاتنا ممكن ننسى وبعدين نفتكر، لا. لكن تذكر هنا يعني ايه؟ يعني حط الموضوع ده في الوقت ده وقال آن الأوان، يبقى ربنا مأجل القرار للوقت اللي يصرخوا فيه، وهو كمان عمال يكبر في موسى ويجهز فيه. فربنا ضابط الكل، الحكيم القادر اللي كل الأمور في إيده، الأحداث بتتحرك في اتجاه وهو بيعد المخلص على الهادي خالص سنة ورا سنة ورا سنة لغاية ما يسويه كده ويقول له بس يلا بقى تعالى خلص شعبي. فربنا لما يتعامل مع الموقف احنا نتهيأ لنا
ده اتعامل دلوقتي يطلع ربنا، لا ده ربنا عنده حاجة اسمها سابق العلم أو علم بلا حدود، فيكون بيحضر للحظة دي بقاله سنين طويلة أوي. سمع الله أنينهم فتذكر الله ميثاقه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إيه الميثاق ده؟ لما نرجع لسفر التكوين نفتكر ربنا وعد إبراهيم زمان من 400 سنة لما ظهر له قبل ما يجيب إسحاق، قال له أنه شعبك ولادك نسلك هيتزلوا في أرض غريبة 400 سنة، وأنا هطلعهم بقوة بعد كده. ليه؟ لأن كمان الشعوب اللي ساكنة الأرض الأموريين اسمهم ذنبهم لم يكتمل للآن، فأنا مديهم فرص أخيرة طول 400 سنة. يبقى شوفوا ربنا بيعمل حاجة في مصر، بيعمل حاجة في كنعان، وبيظبط الجغرافيا والتاريخ كله. في الوقت اللي اليهود بيتزلوا في مصر وربنا مأجل خلاصهم، ده في سبب آخر كمان لتأجيل خلاصهم، إن الأموريين اللي ساكنين في كنعان ربنا مطول باله عليهم لغاية ما يستوفوا فرص خلاصهم، عشان لما يجوا بقى العبرانيين مطرح الكنعانيين يبقى ده نهاية فترة الأموريين أو الكنعانيين ويبقوا استوفوا كل الفرص. يبقى ربنا له حكمة في ترتيب كل حاجة، حتى الشعوب والمناطق كلها ربنا بيدبرها بحكمته. ونظر الله بني إسرائيل، برضو نظر الله لا تعني أن الله لم يكن ينظر، الله ينظرهم من بدري، لكن نظر هنا يعني إيه؟ بصلهم بعين الرحمة وآن معاد التدخل. وعلم الله، برضو واحد يعترض يقول دلوقتي عرف، يعني ما كانش عارف؟ ما تاخدوش الكلمات دي بالحرف، دي اللغة اللي ربنا بيقدمها لينا من لغتنا، لأن احنا مش هنقدر نفهمه في طبعه الإلهي الأبدي الأزلي فوق العقل، لكن لازم يتكلم باللغة اللي نقدر نفهمه. فيقول نظر الله وعلم الله وإيه سمع الله وتذكر الله، كلها تبدو تعبيرات أو أفعال بشرية تعبيرا عن موقف ربنا. وأما موسى فكان يرعى غنم يسرون حميب، أرعوئيل هو يسرون، ساعات يبقى لهم اسمين، كاهن مديان. وكاهن هنا مش كاهن يهودي، ما فيش كهنوت لسه، كهنوت اليهودي ده هيجي من هارون أخو موسى لسه، إنما في كهنوت من النوع الايه القبلي، كاهن القبيلة يعني. وبعضهم كان بيسموه التدين الإبراهيمي، اللي هم ايه عندهم إيمان بالله بس إيمان مجرد بلا معالم كده. فالراجل ده كان راجل تقي يسرون ده، وكان يعبد الله لكن بشكل مش معروف من هو ربنا، وما عندوش شريعة لكن يؤمن بإله واحد. فساق الغنم إلى وراء البرية. حصل موقف أن موسى وهو بيسوق الغنم سرح الغنم زيادة ودخلوا إلى ما وراء البرية. يعني إيه؟ يعني كأن المرة دي الغنم مش المنطقة العادية بتاعت الرعي، ساق فيها ومشي وغوط في سينا في منطقة عمره ما كان وصل لها قبل كده، ودي منطقة جبل موسى بقى اللي موجودة عندنا في سانت كاترين لغاية دلوقتي. ساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله حريب، ما كانش اسمه جبل الله، هو تسمى بعد كده بسبب العليقة وبسبب إن الشعب هيسجد في الجبل ده، وبسبب بقى إن الجبل ده هيدخن وإن ربنا هيحل عليه وهيستلم منه لو حي العهد. الجبل ده له ذكريات كتير قوي، جبل الله ده. إنما هو بيقولها موسى بعد سنين عشان الناس عارفة إن اسمه جبل الله، لكن في الوقت ده ما كانش غير جبل. وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة، فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق. واحد يسأل سؤال، طب هو ليه ربنا ظهر له بالطريقة دي؟ يعني نسمع عن موسى عن بولس ربنا ظهر له بشكل نور وقال له شاول شاول لماذا تضطهدني، هنا ظهر لموسى بشكل علقة. ربنا بيظهر لكل واحد بطريقة تناسب طبيعته، تناسب تفكيره، تناسب خلفياته، تناسب الرسالة نفسها. لأنه عشان تشوف شجرة خضراء في الجبل أو في وسط الصحراء
ده شيء مش طبيعي. والغريب يبقى ماسك فيها النار، يجوز تبقى حاجة كده من حرارة الأرض أو بتاع النار مسكت فيها، إنما في ظرف دقايق لازم تكون اتحرقت وخلصت. فيبدو هو شايف المنظر من بعيد، وفي الآخر يعني مش مستغرب هي شجرة مسكت فيها النار، إنما يستنى قد ما يستنى الشجرة مش بتتحرق. ومن هنا جاء التعجب إنه الشجرة ليه مش بتتحرق. يبقى هو لم يتعجب من وجود شجرة في جبل وارد، ممكن تلاقي حاجة كده، ولم يتعجب حتى إن الشجرة يبقى فيها شعلة نار. أحيانا مع الطبيعة السخنة يحصل حاجات زي كده، لكن كونه شايف المنظر من بعيد وواضح إن الشجرة مش راضية تنتهي، ده في حاجة غريبة شوية. فكأن ربنا شد عينيه وشد انتباهه بطريقة تناسب البيئة والطبيعة. كل واحد له لغته، وربنا بيحب كل الناس وبيتعامل مع كل واحد بطريقته. يعني لو ربنا ظهر لبولس في العليقة يمكن ما كانش سأل فيها، يجوز. مثلا ربنا لما تعامل مع بطرس اتعامل له في نص البحر بالسمك، ده بالنسبة له أحلى من أي رؤية في الدنيا، لأن هو بيحب السمك. فالسمك الكتير هي دي الحاجة اللي لمست قلبه، وهي دي اللي حسسته بمعجزة عجيبة، إن البحر الفاضي اللي لسه منظفينه ما كانش فيه حتة سمكة يطلع السمك ده كله. دي لغة بطرس. بولس بقى راجل له لغته، موسى النبي زمان له لغته، جدعون له لغته، أرميا له لغته، أشعيا له لغته، كل واحد ربنا يكلمه بطريقته ومنهجه وبتربيته وباللغة اللي تنفعه ويوصل له الرسالة اللي هو عاوز. إذن ربنا مش بيتعامل بطريقة واحدة، ودي رسالة مهمة. بلاش تتوقع أن يجي لك حلم زي بتاع بولس بالظبط، لا، وانت بولس، ولا انك تشوف علقة زي بتاعت موسى هتعديها وتطنش ومش هتاخد بالك، لان انت مش هيفرق معاك الشجرة ولعت ولا ما ولعتش. لكن بالنسبة لموسى رجل الصحراء ده مدعاة للتأمل والتساؤل. فربنا عارف يخاطب كل قلب. ظهر له ملاك الرب. كلمة ملاك الرب عموما في العهد القديم إشارة للمسيح، ويبان لما الحوار يبدأ ان اللغة لغة الله ذاته. يعني لما يكلمه يكلمه بسلطة إلهية، فيبان أن ده مش مجرد ملاك. طب ليه بيتقال عليه ملاك؟ لأن فكرة المسيا أو المسيح أو الله المتجسد لسه مش واضح، لسه الناس مش مستوعبة يعني الله نفسه يبقى إنسان. إنما الله يظهر في شكل ملاك، فيسموه ملاك الرب. فكلمة ملاك الرب ويتكلم بلغة فيها سلطة إلهية، يبقى ده المسيح له المجد. ظهر له ملاك الرب لهيب نار من وسط عليقة، فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق. فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة؟ يبقى واضح أن موسى كمان، شوفوا دلوقتي 80 سنة، لكن في شخصيته نقطة بقى إيه؟ أنه عنده التساؤل والتأمل، يعني في حاجة ما يعديهاش. واحد تاني كان ما يعني يهمه الغنم وخلاص، لكن موسى واضح ان في روح التأمل. ده اللي هيفهمنا ليه كان يطلع الجبل بالأربعين يوم. اذا ده راجل يعني مخه شغال، ومهما كبر لا هو دائم التأمل والتساؤل. وتلاقيه الأربعين سنة عمال يسأل: يا رب ما كانش ممكن القصة تتعمل بطريقة تاني؟ ان انا ما غلطش الغلطه دي، كان زماني حررت شعبي، سبتني اغلط ليه؟ وانت عارف ان كان نفسي اخلص الناس بتوعي وبتوعك. طب وامي ليه رضعتني وعرفتني طريقك وانت كنت هتسيبني بعد كده؟ وليه انا بالذات اتربى تربيه نصها عبراني ونصها مصري؟ وليه اخترتني اتربى في القصر واعرف كل المهارات واسرار مصر والعسكريه أكيد كان عنده تساؤلات وهموم وتأملات، وفي كتير مهام بدون إجابة. لكن واضح أنه مخه بيفكر طول الوقت. أميل لأنظر هذا المنظر العظيم. أميل يعني غير اتجاهه، يعني يمكن ماشي كده وبعدين شاف العليقة كده فخد الغنم وراح ناحيتها، عايز يشوف إيه المنظر ده، منظر غريب وعجيب.
كون الواحد يطلع بره اتجاهه عشان يقابل ربنا دي خطوه مهمه قوي، لانه ساعات الواحد يبقى مصر على سكته وربنا عمال يوقفه في السكه وهو مكمل في سكته، وربنا يقول له يا اخي حوت، طب ركز معاي، طب اطلع بره الطريق بتاعك ده، ميل ميل كده عشان ايه؟ عشان اعرف اكلمك، ميل عليا. لكن هو عنيد، الانسان عنيد. اما موسى لا، مال، لانه لو ما كانش مال يعني خرج عن طريقه ما كانش قابل المسيح. وبعدين التساؤل اللي شغله ايه؟ لماذا لا تحترق العليقة؟ العليقة دي الطبيعي انها كانت تخلص، فكأنه حس ان في حاجة غريبة بتحصل. هل النار دي طبيعية؟ هل النار دي إلهية؟ هل الست ام موسى كانت بتحكي له حكايات ابراهيم واسحاق ويعقوب؟ اكيد. وكانت تحكي له ان الاجداد دول كانوا بيشوفوا ربنا بعينيهم؟ اكيد. وهل في الحكايات دي حاجة شاورت له ان يمكن في يوم من الايام تسمع صوته ولا تشوفه؟ يمكن. فلما رأى الرب انه مال لينظر ناداه الله. بانت بقى، مرة قال ملاك الرب ومرة قال ايه؟ الله، عشان ما حدش يطلعه. ناداه الله من وسط العليقة وقال موسى موسى. طبعا احساس عجيب الواحد ما يقدرش يشرحه، ازاي ربنا ينادي على واحد باسمه وهو ابعد ما يكون عن الصوت ده، 80 سنة عمره ما سمع الصوت ده، ويمكن هو الراعي من دول بيقعد بالايام ما بيكلمش حد، ما كانوش يروحوا في نفس اليوم، لا الرعاة بتوع الجبال دول بيقعدوا بالايام ويمكن الاسابيع يلفوا ويرجعوا، فهم واخدين على الوحدة، فعشان يسمع صوت واضح ويناديه باسمه لا دي خبرة جديدة خالص. وبعدين الصوت طالع من الشجرة، فدي حاجة فوق الخيال. وتلاحظوا ان ربنا كعادته او الكتاب المقدس لما بينادي على حد عادة بينادي مرتين، يعني مثلا شاول شاول، سمعان سمعان، الشيطان طلب ان يغرب لكم كالحطة، مرثا مرثا، انت تهتمين وتضطربين لاجل اموركم، صمويل صمويل، تحسوا في التكرار. ليه؟ لانه احيانا الواحد لانه مش متوقع صوت ربنا، لما يسمع اول مره يقول لا انا يتهيالي، عاده كده، لكن لما يجي الاسم تاني لا ما ينفعش يتهيالي، دي واضحه بقى. فتكرار الاسم يدل على انه ربنا مصر يسمعه ويأكد له ان الصوت ده مش وهمي، ده صوت بجد. موسى موسى، طبعا هو كمان هل اسمه ده معروف في المنطقة ولا لا؟ ما يمكن موسى دي كان بيحاول يغطي على الاسم من ساعة العملة القديمة، فلما يقول له موسى موسى احنا كده جبنا ايه؟ ذكريات كل الماضي. موسى موسى، فقال ها انا ذا، فقال لا تقترب الى ها هنا. هو عمال داخل على العليقة زي اللي هيدخل يمسكها، قال له لا اقف كفاية، ما تقربش قوي، ما تقربش زيادة، لا تقترب الى ها هنا، اخلع حذائك من رجليك. عشان كده طقس خلع الحذاء ده ربنا اللي قاله، على فكرة هو اول واحد اعلنه، ربنا له المجد، من اجل المكان المقدس او من اجل لقاء الله نقلع الحذاء. لكن يعني هل الحذاء ينجس الانسان؟ لا، الفكره مش كده، هي فكره تقديم خشوع، احساس برهبه. والحذاء كمان له معنى، كان بيتعمل من جلود الحيوانات، وجلود الحيوانات كانت بتتعمل من الذبائح، يذبحوا ذبيحه وبعدين يعملوا السيور دي اللي بيربطوا بيها رجليهم، تبقى زي الشباشب كده بطريقه بدائيه، يعني هو ده الحذاء، يعني ما كانتش جزم بالمعنى. انما لما تخلع كل ما هو حيواني، هي مقصود بها كده، اقلع كل الحاجات الحيوانية، انت داخل على لقاء الله، كل الامور الجسدية والتفكيرات البشرية والحيوانية دي بره، او كل فكر يتكل على دم حيوانات وذبيحة حيوانية، ما ينفعش، انت هتقرب مني اخلع حذائك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. برضو فكرة أرض مقدسة تعليم كتابي، طب ما للرب الأرض وملؤها، صحيح الأرض كلها ملك ربنا، لكن الأماكن اللي المسيح ارتضى يدوس عليها برجليه
زي العليقة تبقى أرض مقدسة. عشان كده احنا بنقول أرضنا دي مقدسة، لأن المسيح مشي في بلادنا كتير، في الصعيد وفي بحري وفي وادي النطرون وفي مصر القديمة، داس عليها برجليه، فطبعا هي أرض مقدسة. زي ما بتروحوا يعني لما حد مثلا يجي له فرصة يروح بيت لحم، ولا طب ما دي أرض مقدسة. لكن احنا عندنا أراضينا كلها مقدسة، أو جزء كبير منها مقدس بسبب أن المسيح مشي عليها برجليه. الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. ثم قال، طبعا موسى عمل ايه؟ قلع الحذاء وقعد مستني الصوت العجيب ده، وهو مش شايف غير نار. ومن هنا هنسمع بعد كده لأن إلهنا نار آكلة، لأن هتدور الأيام ولما يطلعوا اليهود هيشوفوا الجبل كله شعلة نار بعد كده، الجبل كله. المرة دي المنظر على قد موسى، علقة تحترق ولا تحترق، النار ماسكة فيها لكن ما بتتحرقش. طبعا كلكم فاهمين ان العليقة اشارة للطبيعة الجسدية، والنار اشارة للطبيعة الالهية. مين ده اللي يقدر يوحد الطبيعة الالهية بالطبيعة البشرية، والبشرية ما تتحرقش بالالهية؟ اشارة للتجسد. التجسد يعني الله كاله بطبيعته الالهية النارية يتحد بطبيعة بشرية حقيقية قابلة لانها تتحرق ولكنها لا تحترق. إذن التجسد معجز، ميلاد المسيح من بطن العذراء معجز، طبعا الروح القدس يحل عليك، قوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك، القدوس ده عبارة عن نار وعلق في جسد إنساني حقيقي وفي لاهوت كامل. ثم قال أنا إله أبيك، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. ليه بيقول له كده؟ لأن هي دي معلوماته عن ربنا. دلوقتي لو ربنا كلم حد فيكم ممكن يقول له أنا أبو ربنا يسوع المسيح، أو يقول له حاجة من رحلة حياته معاه، يقول له أنا اللي كنت معاك في كذا، أنا اللي أنقذتك من كذا. لأن بعد كده هنشوف ربنا يكلم الشعب يقول لهم أنا الإله اللي خرجكم من أرض مصر. يبقى ربنا لما بيتكلم مع كل شخص بيتكلم على أساس الخبرة الشخصية، تعرف ايه عن ربنا، دقت ايه من ربنا. كل اللي يعرفه موسى او داقه هو صوت امه زمان وهي بتقول له اله ابراهيم واسحاق ويعقوب، وهو يمكن تأمل وتساءل، ويمكن ياما الحد اخطيت يعني اتجسر واتكلم عن موسى النبي واقول كده. مش بعيد موسى النبي يكون ياما قال فينك يا اله العبرانيين، ان كنت اله حقيقي سيبنا ليه نتذل، إن كنت إله إبراهيم وشافك إبراهيم جدنا ووعدته فين وعدك وفين حضورك وفين كلام اللي قاله لنا أبائنا وأمهاتنا إنك ما بتسيبش شعبك، وإن هنا بقى رمل البحر ونبقى نجوم السماء فين؟ فمش بعيد موسى يكون ياما تساءل وتأمل بحثا عن هذا الإله، إلى أن سمع بودانه صوت هذا الإله، موسى موسى أنا إله إبراهيم إله إسحاق إله يعقوب. لما ينسب الله نفسه لبشر دي تحقق معنى هام جدا في الكتاب المقدس، أنه الله إله للكل لكن ليس الكل يعتبروه إلها لهم. يعني إيه؟ ربنا هو رب الكل، لكن ياما ناس بتنكر وجود الله أو لا تؤمن بالتعامل معه خالص. فلما يقول إله إبراهيم مقصود به إبراهيم اكتشف ربنا وحبه وعاش معاه وأصبح بينهم علاقة شخصية. إله إسحاق يبقى إسحاق دخل في علاقة شخصية، إله يعقوب يبقى يعقوب دخل في علاقة خاصة، إله دانيال تسمعوا عنه يبقى في حاجة بينه وبين دانيال. عشان كده احنا حتى في تمجيد القديسين نقول مثلا يا إله الأنبا بشوي، أو يا إله الأنبا كراس. إحنا نقصد إيه؟ ما هو ربنا واحد. نقصد إن الناس دي ربنا بالنسبة لهم مش فكرة نظري، لا ده إله الخاص، ده بينه وبينه عشرة وكلام كتير وعلاقة خاصة جدا. أدخل مخدعك واقفل بابك وصلي لأبوك وأبوك يرد عليك، كل ده بيدقوه. فكأنها دعوة لموسى يقول له إيه؟ إيه رأيك أبقى إلهك بقى؟ ويجي اليوم اللي نقول إله موسى، وهنوصل لدي. هو لغاية دلوقتي ما اعتبرش إله موسى،
ليه؟ لأن موسى ما يعرفوش، ما تعاملش معاه، دي أول مرة. يا إله بولس، بولس ما كانش يعرفه في الأول، لكن بعد كده بقى إله بولس، وبقى يفتخر إن الإله الذي أعبده، كان يقول كده. إذن إحنا عاوزين نوصل للحتة الخاصة دي، إن ربنا ده يبقى بتاعك، ويبقى بينك وبينه حاجة محدش يعرفها، ويبقى شخص حي، ما هواش مجرد فكرة نظري، ومش موضوع نقعد ندافع عن وجوده ولا ما ندافعش. هو احنا ما نعرفش نعيش من غيره، به نحيا ونتحرك ونوجد. فيبقى الواحد يقول إله فلان، ومن هنا تقدر تقدمه لكل الناس، لأن الناس مش شايفين ربنا بس شايفينك أنت. لو شايفينك ليك علاقة حقيقية بربنا هيعرفوا أن ربنا إله حقيقي، لكن لو أنت شايفينك علاقتك بربنا علاقة نظرية، علاقة جافة مزيفة، يبقى إلهك مزيف. يبقى اللي بيمجد ربنا واللي يظهر حقيقة ربنا ووجود ربنا وطبيعة ربنا هم أولاد ربنا، هم اللي بيمشوا ورا ربنا، هو اللي ينتسب ربنا ليهم بالتضاع، فيقول لأ عن نفسه إله إبراهيم إله إسحاق وإله يعقوب. فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله. موسى ترعب وعمل كده، خاف يبص من النار، لأن عرف أن دي مش نار عادية، ده ربنا. فقال الرب: إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر، وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم، إني علمت أوجاعهم، فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين، وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة، إلى أرض تفيض لبنا وعسلا، إلى مكان الكنعانيين والحسيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين. والآن هو ذا صراخ بني إسرائيل قد أتى إلي، ورأيت أيضا الضيق التي يضايقهم بها المصريون، فالآن هلم فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. ونكمل المرة الجاية. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. ناخد بس آية صغيرة كده نحفظها: إني علمت أوجاعهم. قولوا معايا: إني علمت أوجاعهم. كمان مرة: إني علمت أوجاعهم.